تحت شعار لا للميليشيات لا للإرهاب، تظاهر اليوم بصنعاء المئات من المواطنين للمطالبة بإخراج المسلحين من العاصمة صنعاء وعودة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. وفي التظاهرة التي شارك فيها ناشطون ومثقفون وجابت عددا من الشوارع، دعا المتظاهرون الدولة لتحمل مسؤولياتها الوطنية والقيام بواجباتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مشددين على ضرورة وسرعة رفع ما وصفوه بالمظاهر المسلحة وإنهاء ما اعتبروه سيطرة المسلحين على مؤسسات الدولة. احتشدنا في هذا المكان لنوصل رسالة، نريد إعادة هيبة الدولة، إخلاء الميليشيات المسلحة من صنعاء العاصمة، أيضا تنفيذ بند السلم والشراكة، وإذا كان أي فصيل من أي مكون كان يريد أن يختلط في العملية السياسية فلا يقوم بالابتزاز السياسي أو أخذ ما يريد بالقوة أو بقوة السلاح، فليشارك العملية السياسية بالسلم. اليمن هي أغلى من كل شيء، ويجب أن نعمل جميعا من أجل اليمن، ونحن عشنا في ظل حكم 30 سنة تحت السلاح، ويجب أن ننزع السلاح ونعيش بالسلم والسلام ونعمل من أجل الوطن.